يدخل يقولي هذه 34 35 يورو وهذه 39 يورو والثعلب الميكر والرقص الدائم بس مش مقولش كلمة أخرى 50 يورو 90 يا معلم. الشخص هذا الموجود يعني مش شخص اللعبة التحف غاليين برشا غاليين ما نحكي لكم مش تفرجوا معي السلام عليكم مرحبا بكم الناس كل ان شاء الله تكونوا بخير كل عادة معكم التونسي في ألمانيا كنا في أوكرانيا ظروف كما تعرفوها كما اللي تبع فيها كنا في أوكرانيا وتوا ولينا في ألمانيا بطبيعة هربنا من الحرب هربت أنا وزوجتي ولدي الصغرون وحمد الله توا عندنا طفل آخر العمر متاعه 5 أشهر حاليا. المهم باش نحكيه شوية تفاصيل على ألمانيا باش نولي نعمل كل نهار فيديو باش نحكيه الحاجات اللي هي تنجم أي تونسي أي شخص معناها مغربي جزيري مصري إذا عنده برنامج يجي لألمانيا شنو الحاجات اللي هو ينجم يعرفهم تدريجياً مع بعضنا إن شاء الله باش نعملوا فيديوهات أكثر ونحاول نخدم على رواحنا وبتشجيعكم أنتم إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا بكم كما تشوفوا ديما هو أنا متكلف بالقضية أهلا وعش شخوركم نعمل برشا فيديوهات وان شاء الله انتم تعطيوني مواضيع نحكي فيهم وتكون انتم سبب باش القناة هذه تكبر بحكم انا ما عنديش وقت زادة وان شاء الله نلقى الوقت ونحكي فيه مع بعضنا ان شاء الله. اوكي الاولاد يا جماعة الاولاد والبنات ان شاء الله نمشيو مع بعضنا ان شاء الله نعملوا جولة نختار موضوع ان شاء الله ونحكي فيه الموضوع باش يكون على الطاير ماهوش مبرمج يلا بينا نكتشف ما نطولش عليك اليوم ضباب برشا الثلج ما عادش موجود في غرايسفالد بحكم درجة الحرارة 6 والى 5 اليوم الثلج الكل ذاب شوف ضباب ربي يرحمنا ان شاء الله يرحم الناس الكل يلا بينا نكتشف انا موجود في المكان هذا يعني مول كبير نجم نقولوا فما الزينة نتاع تحضير بطبيعة الحال رأس العام والأجواء الموجودة في ألمانيا وانتم تعرفوها خليكم معي التحف غاليين برشا غاليين ما نحكي لكم مش تفرجوا معي هذه ب 21 يورو معناها كما تشوفوا هذه 54 يورو 90 يا معلم. هذا الشخص هذا الموجود يعني مش شخص اللعبة هذه 114 يورو غالي بصراحة ما نعرفش هذه 9 يورو 90 وهذه 24 يورو ما شاء الله ما شاء الله مش هذه الزينة وإلا الألعاب معناها أمام صراحة ميزانين معنا أما الأسواق متاعهم غالي ما نعرفش يستحق السوم هذا وإلا لا نجم تقولوا لي توما يستحق السوم هذا وإلا لا ما نعرفش شوفوا محلاها شوف عبارة في وسط الثلج معناها زوج أرانب والثعلب الماكر والرقص الدائم صح هاك تشوفوا الزينة على طول عندي برنامج يعني مش نمشي نشري كل نحطوا فيها البش بعد ما نغسلوا البش نمشي ونحطوا فيها البش حطوا نكتشفوها شارة مع بعضنا نشوفوا السوم قديش شوفوا هاي واش هون
هوني 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 ناقص كعبة يعني خاطر عندنا برشا زوز صغيرات بكل بصراحة مش خلي غالي هذه 34 35 يورو وهذه 39 يورو غالي ما نعرفش هذه قديش نتصور مش بعد ربعهم برشا غالي 34 يورو 39 يورو أنا 40 يورو كعبة غالي غالي 40 يورو و 35 يورو معي هي هيك هيك غالي متساعدش لازم نشوفه ونمشي بلاصة أخرى ممكن غدوة إن شاء الله تو نشوف أرخص شوي غالي بصراحة هذه اسمها كاوفلاند يعرفوها برشا في اللي يصنعوا في ألمانيا ماهيش رخيصة غالية أنا راجعين المنزل أنا كنا في المغازة مطر ما شاء الله ربي يرحم إن شاء الله يرحم الجميع كما تشوف مطر ما شاء الله خيرات وروح إن شاء الله ونحكي الموضوع نتناقشوا فيه شوفوا المطر خيرات بالنسبة ساعة بالنسبة للضوء الأخضر والأحمر صدقوني ساعات نقلة قصر مش نقولش كلمة أخرى بليت بالباهي الشتاء هوني بدي الثلج معناها والبرد ثلاثة أيام وإلا تقريب أكثر خمسة أيام ومن بعد باش تولي الأمور مطر وبرد أكاهو ما عادش ثلج نتصور في المدينة نسكن فيها ما عادش ثلج نشكر الناس كل شكر من القلب كالعادة ما تنساو دعمكم هون برشا إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات أخرى بسلامة باي باي